وتعلم الموسيقى على يد المرغاني شوكت، وكان احد اسباب اعاده الرونق للاغنيه العربيه من خلال التلحين لمجموعه من النجوم، وكانت انطلاقته لعام الشهره مع المطربه الكبيره ورده الجزائريه في اغنيه بتونس بيك، وتوالت بعدها النجاحات مع كبار النجوم في مصر والوطن العربي. حصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير في عده مهرجانات دوليه ومحليه. هو الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي.